في أسيوط تم توزيع 60 مركب صيد على الفئات المستحقة ضمن مبادرة بر أمان، وفي الإسماعيلية تم رفع كفاءة منظومة المياه بمستشفى حميات التل الكبير بتكلفة بتصل 2 مليون جنيه. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران دولية أوروبية، أما في الأليوبية فجامعة بنها فازت بتمويل بلغ 13 مشروع ببرنامج دعم مشروعات التخرج للطلاب. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسيوط أعلنت المحافظة عن تسليم أصول مشروعات للفئات الأولى بالرعاية كمنحة عبارة عن 60 مركب صيد ضمن مبادرة بر أمان ضمن مشروعات تشغيل الشباب وبرنامج فرصة اللي بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي. في الإسماعيلية شهد مستشفى حميات التل الكبير رفع كفاءة منظومة المياه وتوريد وتركيب خزانات للمياه وتوريد وصيانة بعض الأعمال الكهروميكانيكية لمواجهة متطلبات تشغيل المستشفى بطاقتها القصوى بدعم مالي 2 مليون جنيه من محافظة الإسماعيلية بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية بقرية سنة 3 بمنطقة العمرية في إطار مبادرة حياة كريمة، وتم الكشف على 1622 حالة وتوفير العلاج بالمجان. في المنيا أعلنت المحافظة إجراء 74821 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار اللي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لجميع الفئات، وبتم المبادرة بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة. في دمياط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب اليوم الأربعاء بقرى ميت الشيوخ العبيدية والحوراني لمدة 6 ساعات اعتباراً من 9 صباحاً حتى 3 عصراً بغرض تنفيذ أعمال الصيانة بغرف المحابس بقريتي ميت الشيوخ والعبيدية بمركز فرسكور. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 144 رحلة بيستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. في الأليوبية أعلنت جامعة بنها عن فوز 13 مشروع تخرج بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات بالدورة 19 اللي بيأتي في إطار برنامج التعاون بين الشركات والجهات البحثية. بيهدف البرنامج لدعم الطلاب بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات وبيعمل على تشجيعهم.